السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على خطى الحبيب نسير وبهديه نستنير، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد ابن عبد الله نبي الله ورسوله ومصطفى. وفي هذه الأيام المباركة والمعطرة بمولد حبيب الله ومصطفاه ورسوله، يتكرر اللقاء مع فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري اللي منورني على طول في هنا في استوديو قناة الصحة والجمال. منورنا يا فندم. يعني احنا دايما بنستنير بوجهك الكريم وعلمك اللي طبعا انت بتنفعنا بيه كل حلقة، ومش انا بس والله اللي بستفيد من حضرتك، يعني بسم الله ما شاء الله كمية المشاهدين اللي بتعلق على الحلقات واللي بتقول احنا فعلا استفدنا من حضرتك. الله يرحمنا. اللهم امين. ولكن احنا في بداية الحلقة احب بس اعمل تنويه صغير، وطبعا مولانا الشيخ هو اللي تقدم ان احنا نعمل التنويه ده عن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. الشاب ده من محافظة القليوبية، ولكن تم فقدانه في اسكندرية، فهنشوف صورته دلوقتي. ويا جماعة اللي يعرفوا ياريت يتواصل معانا عشان نقدر نرجع الشاب ده لأهله. الشاب ده هو ما بيسمعش كويس ولا بيتكلم غير كلمة واحدة بس، أمه عبده آية. فياريت لو سمحتوا، هو فقد في بالظبط العنوان محرم بيك، شارع علي عزت ياسين، اسمه رمضان حمدي سعد علي. اللي يشوفه او يعني زي ما بنقول كده يعطر فيه يتواصل معي. يعني ربنا يعني يجعله في ميزان حسناتك يا مولانا. الله يرضوه لأهله سالم. اللهم امين. احنا في البداية كده يا مولانا كنا اتكلمنا عن نشأة رسول الله وعن فترة الصبا، فإحنا دلوقتي داخلين بقى في البداية، يعني بداية الرسالة وبداية الوحي. وإيه الفرق ما بين النبوة والرسول؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة ولا حيز له، سبحانه سبحانه جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال وعن الانفصال، سبحانه سبحانه مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من قال لك أبو هريرة يوما يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، صلى الله عليه وسلم. يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء، نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. تكلمنا كما ذكرت في المرة الماضية أنه عن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل من بشائر وإرهاصات وأشياء حصلت بمولده عليه الصلاة والسلام أو عند ولادته عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لأنه المرة الماضية كأنه اختلط علي شيء، هو النبي ولد بمكة وبعث بها، يعني نزل عليه الوحي وهو مستوطن بمكة، وهاجر إلى المدينة ودفن فيها.
حينما حانت الوفاة صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله وحبيب الله. وإذا أردنا أن نتكلم عن النبوة وعن الرسالة ف يعني لم نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نحب أولا أن نتكلم بشكل عام عن النبوة والرسالة. صحيح. يعني إيه النبوة ويعني إيه الرسالة؟ النبوة يعني العلماء قالوا النبوة مشتقة من النبأ، بمعنى الإخبار عن الله. بمعنى الإخبار عن الله، أو هي من النبوة بمعنى أن النبي مخبر عن الله يعني بما يوحى إليه. والنبوة تكون في الرجال، يعني لا يعني خاصة بالرجال دون النساء. ما بعث الله نبيا إلا كان رجلا. صحيح. فالنبوة خاصة بالرجال دون النساء. كذلك أن الرسالة مشتركة بين الرجال وبين الملائكة. فالنبوة لا يوجد نبي مثلا من لا يوجد نبية، أو لا يوجد نبي من الملائكة، لا يوجد نبي من الجن. أما الرسالة يوجد الرسالة مشتركة بين الرجال اللي هم الأنبياء الذين اصطفاهم الله، وبين الملائكة. يقال سيدنا جبريل رسول الله إلى أنبيائه، يعني يأتي إليهم بالوحي، يأتي إليهم بالوحي. والفرق بين النبي والرسول إنه كلاهما من بني البشر. في النبوة والرسالة إنه اصطفاهم الله عز وجل، فالنبوة هي اصطفاء من الله تبارك وتعالى. النبوة ليست اجتهادية وليست مكتسبة، يعني الواحد مثلا لو زاد في الطاعات ونحو ذلك لا يصل إلى مرتبة النبوة، إنما هي اصطفاء من الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهي اصطفاء من الله تبارك وتعالى. أما الولاية، أن يصير الإنسان وليا زاهدا عابدا تقيا صالحا، هذا بالاجتهاد. لو اجتهد أدى الواجبات اجتنب المحرمات يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة. أما النبوة هي اختصاص من الله تبارك وتعالى. الله يصطفي من يشاء من عباده، يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. فالنبي والرسول كلاهما من بني البشر، اصطفاهم الله بالنبوة والرسالة، وكلاهما مأمور بالتبليغ. صحيح. كلاهما يعني النبي والرسول مأمور بتبليغ ما أوحي إليهما. لأنه في بعض الكتب بنلاقي مثلا بيذكر في بعض الكتب، وهنا ينبغي أن ننبه إلى أمر، ألا وهو لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء. ده صحيح. العلم فقط ليس عبارة عن قراءة في الصحف ونحو ذلك. النبي قال تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ولا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء الثقات. بل كانوا في الماضي يعني إذا أرادوا أن ينبهوا شخص يقولوا انتبهوا، فإنه يعتمد على الكتب. لذلك ورد عن الشافعي من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وده المصيبة اللي احنا يعني واعين فيها. دي نقطة كبيرة جدا. نعم. فعلا كتير من الناس النهاردة يعني كما يقول صار الدين وكأنه مطية لكل أحد. أي صحيح. واحد يقول لك أقدر أخش على جوجل وأجيب تفسير الآية أو الحديث أو غيره، أو أقرأ في كتاب مثلا. صحيح. مرة واحد من العلماء رأى تلميذا عنده يعني ما حصل الأهلية التي يعني تجعله يستطيع يعني يتمكن أن يقرأ من تفسير. نعم. ينظر بنفسه. فقال له لا تحسبن بالكتب يوما مثلنا تصير، يعني بالكتب لا تصير عالما. صحيح. لا تحسبن بالكتب يوما مثلنا تصير، فللدجاجة ريش لكنها لا تطير. صحيح. للدجاجة ريش لكنها لا تطير. لذلك ينبغي أن ننتبه، مش كل شيء بيذكر في الكتب أحيانا يكون صحيحا. أحيانا بعض العلماء في الماضي كانوا يذكرون كثير من الآراء في مؤلفاتهم، وليس معنى ذلك أنهم يعتقدونها. بل صحيح. بالماضي لم يكن الأمر في الطباعة ونحو ذلك سهلا كما في أيامنا. بل كي. في الماضي كان يحتاج أحيانا الكتاب الواحد يحتاج إلى حمل بعير حتى يحملونه عليه. صحيح. وينسخ منه إما نسخة أو نسختان ونحو ذلك. فالعلماء ما كانوش عارفين أنه هذا الكتاب سيصل إلى يد عالم وينتبه إلى ما فيه مثلا. فما كانش بيحتاج أنهم ينبهوا على كل كلمة مذكورة في الكتاب أنه هذا الرأي صحيح أو هذا. أحيانا بيسردوا الآراء ثم بعد ذلك تبين لنا أنه هو بيّن في الأول أنه اعتقاده كذا أو الصحيح كذا ونحو ذلك. صحيح. يمكن كمان حضرني موقف أن طبعا في عصر التكنولوجيا دلوقتي بقت كل حاجة سهلة ومتاحة، زي ما حضرتك ذكرت أن أنا أدخل على جوجل أجيب مثلا تفسير آية أو أجيب أحكام
الله أعلم مصدرها إيه، لكن زمان على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحد الصحابة وردوا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل مين اللي روى الحديث ده، قال له فلان ابن فلان، راح جابر بن لفلان عبد قال له الله. جبت فلان من ابن فلان، لحد ما وصل يعني أخد حوالي 4 سنين بالناقة لحد ما وصل هو لآل الحديث نفسه. نعم ورد انه سيدنا جابر بن عبد الله لما واحد من الصحابة بلغه انه في حديث رواه جابر، وسيدنا صحيح جابر كان في مصر، كان في مصر صحيح والتاني كان في المدينة، فجاء من المدينة إلى مصر حتى يسأله، فلما وصل عنده ناداه فقال اصعد، قال لا أصعد ولا تنزل، ولكني جئت أسألك هل سمعت من رسول الله كذا كذا صلى كذا، الله عليه فقال له وسلم. نعم، فقال له جزاك الله خيرا، ثم انطلق. يعني أخذ كل كل هذه، المشقة دي نعم، عشان لذلك يتأكد إيه، بس. كان العلماء كانوا يرحلون، كانوا يرحلون، مثلا واحد من العلماء كالشافعي وأحمد وغيره اللي ليه 1000 شيخ واللي ليه وبعضهم 4000 شيخ أخذ تلقى عنهم العلم، بسم الله ما شاء فكل الله. ده يعني هؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه يعني بالنوم والكسل، لا لا أكيد اجتهدوا وجدوا واجتهدوا ونحو ذلك. فهنا ينبغي كما قلنا أنه مش كل شيء يذكر في الكتب، لأنه كثير من كتب، بعض كتب التفسير بيكون فيها بعض الإسرائيليات ونحو ذلك من الأشياء صحيح المكذوبة على الأنبياء، وهذا سنتطرق إليه إن بعد شاء قليل الله. إن شاء الله. ففي بعض الكتب مذكور أنه الفرق بين النبي والرسول أنه النبي أنه الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أما صحيح النبي أوحي إليه بشرع ولكنه لم يؤمر بالتبليغ، هذا خلاف العقل، أنه لماذا إذا، لماذا هو أوحي إليه؟ ما هو الحكمة من الاصطفاء أن يبلغ الرسالة، أكيد فكلاهما مأمور بالتبليغ، النبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ، لكن الرسول يوحى إليه بشرع جديد. وهنا ينبغي أن ننبه إلى أمر آخر، ألا تفضل. وهو أن كل الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله، كل الأنبياء من أكيد أولهم آدم إلى آخرهم سيدنا محمد عليه الصلاة صلى والسلام، الله عليه وسلم. كلهم جاءوا بأصل واحد، بعقيدة واحدة، هي عقيدة التوحيد والتنزيه، لا إله إلا الله. ولكن في كل عصر من عصور الأنبياء مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله، إبراهيم رسول الله، وهكذا، أنه كلهم جاءوا بأصل واحد اللي هو لا إله إلا الله، بلغوا. ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء إخوة لعلات، الإخوة لعلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات مختلفة، صحيح فقال النبي شبههم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو الإسلام، إن صحيح الدين عند الله الإسلام، فدينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي صحيح وشرائعهم مختلفة، الاختلاف ليس في الأصل، ليس في التنزيه، ليس في التوحيد، إنما الاختلاف في بعض الأحكام، فمثلا صحيح نجد أنه في شرائع بعض الأنبياء كان مقرر عليهم أن يصلوا في اليوم 2 صلاة في اليوم والليلة، صحيح بعض مثلا في شريعة آدم عليه السلام كان يجوز للأخ أن يتزوج أخته، ولكن ليست من نفس البطن، ليست توأمته، إنما من بطن آخر من أم حتى أخرى. يكثر النسل ونحو ذلك. صحيح ولكن بعد ذلك حرم هذا الأمر في شرائع الأنبياء بعد ذلك، صحيح وصار حرام على الأخ أن يتزوج أخته، صحيح وهكذا كثير من الشرائع، مثلا في بعض أمور الزكاة، في بعض أمور الصيام، في بعض أمور الحلال والحرام، صحيح الاختلاف هنا فقط، إنما الأصل واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، دعوا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لا شبيه له ولا مثيل، الذي خلق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، هذا الإله الخالق المنزه عن مشابهة المخلوقين، كلهم كانوا يعتقدون ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كان موجودا قبل المكان بلا مكان وقبل الزمان بلا زمان، وبعد أن خلق المكان والزمان سبحانه لا يتغير عما كان سبحانه وتعالى. سبحان الله فالأصل واحد، إنما الاختلاف قلنا في بعض أحكام الشريعة صحيح. تختلف من نبي إلى نبي. طب فيه كذلك سؤال ننهي بس النقطة دي، اتفضل. الرسالة قلنا إن الرسول يوحى إليه بشرع جديد، بكتاب مثلا زي سيدنا محمد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، سيدنا عيسى أوحي إليه بالتوراة، سيدنا بالإنجيل. بالإنجيل، سيدنا موسى أوحي إليه بالتوراة، سيدنا صحيح داود بالزبور، وهكذا صحف صحيح إبراهيم وهكذا، وكمان أول الأنبياء والرسل هو سيدنا آدم عليه السلام، عليه السلام هو سيدنا صحيح آدم عليه السلام، فالرسول يوحى إليه بشرع جديد يبلغه، أما النبي يؤمر بتبليغ رسالة وشريعة
صحيح. الرسول الذي قبله زي مين؟ سيدنا موسى وسيدنا هارون. موسى صحيح. رسول أوحي إليه بشريعة التوراة، أما هارون، هارون أوحي إليه كان نبيا ولكنه أمر بتبليغ شريعة موسى عليه السلام. عليه السلام. هو في ده الفرق. سؤال بقى يعني جه في دماغي دلوقتي، طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيدك من علمه، فلازم أسأل السؤال ده. هل في رسل جاءت ولم تذكر في القرآن في الكريم؟ كثير، وورد في حديث انه عدد الانبياء والرسل 124 الف نبي ورسول، عدد الرسل منهم 313 رسول، وكل رسول يصح، يعني كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالرساله اعم، صحيح. يبقى كل رسول نبي. لا احنا عايزين نتكلم عن النقطه دي توضيحا بقى، لان كده الدنيا ورد في حديث اذا رواه ابن حبان في صحيحه، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن عدد الأنبياء والرسل 124 ألف نبي ورسول. طيب 124 ألف نبي ورسول، جم لكام أمة؟ ولا يعني مثلا سائر الأمم؟ سائر الأمم، سائر المخلوق، سائر البشر. وأول الأنبياء هو سيدنا آدم عليه السلام، وآخرهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الأديان المنزلة، لا احنا نقول الشرائع، الشرائع والدين، وزي ما قلنا احنا ذكرنا بينا انه الدين الاصل واحد، انما العقيده الشرائع، واحده، ايوه الشرائع العقيده التي جاء واحده بها والشرائع الانبياء. تختلف. نعم صحيح، اللي هم اللي احنا عارفينهم الشريعه التوراه ايوه والانجيل والقران وصحف ابراهيم وموسى التي انزلت على ابراهيم وانزلت على موسى وسيدنا ادم وسيدنا نوح وغيرهم كثير. فالذاك الاصل واحد، اما الاختلاف في امور الشرائع. صحيح. الشرائع الاختلاف فيها زي ما قلنا في بعض امور الحلال والحرام، يعني يحل شيء لاقوام ويحرم على انبياء اخرين وهكذا. طيب على حسب ما تقتضيه المصلحه. صحيح. كل الرسل والانبياء بشر. نعم. وهناك بشر يكذبون بشر. ايه صفات الانبياء؟ نعم. اللي يعني تدل فعلا ان هؤلاء رسل الله. نعم. هؤلاء الانبياء الذين اصطفاهم الله بالنبوة والرسالة، الأنبياء والرسل، ينبغي أن نعلم أن لهم صفات، يجب لهم صفات ويستحيل عليهم صفات ويجوز في حقهم صفات. نتكلم عنهم نقطة نقطة. نعم. ما يجوز في حقهم الأمور العادية المتعلقة بالبشر كالأكل والشرب والنوم والنكاح ونحو ذلك. صحيح. هذا جائز في حق الأنبياء، أو المشي في الأسواق، أو أنه مثلا أن يرعى الأغنام كما رعاها الأغنام قبل ذلك، وذلك حتى يكون عندهم جلادة وقوة وصبر. صحيح. وتحمل ونحو ذلك الحكم، فده مما يجوز. أما ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم، فبالإجمال يجب للأنبياء كل صفات، الصفات التي تليق بمنصب النبوة. صح. فيجب لهم الصدق ويستحيل عليهم الكذب. صح. يجب لهم الأمانة ويستحيل عليهم الخيانة. وطبعا دي بتبقى موجودة من الطفولة. دلوقتي. نعم. ما يجب وما يستحيل هذا قبل النبوة وبعدها. صحيح. يعني قبل أن يكون نبيا وبعد أن يصير نبيا. صحيح. فيجب لهم الأمانة ويستحيل عليهم الخيانة. يجب لهم الصدق ويستحيل عليهم الكذب. تجب لهم الفطانة ويستحيل عليهم الغباوة والبلادة. صحيح. فالأنبياء الله اصطفاهم بالنبوة والرسالة، فلا يعقل أنه الله سبحانه وتعالى يرسل إلى البشر نبي أصم، أنه أخرس أو أصم. صحيح. أو أعمى بالأصل، لا هذا. صحيح. لا يحصل. ليه؟ لأنه ذلك ينافي منصب النبوة. فالأنبياء يجب لهم الصدق، ومن هنا نريد أن ننبه لأمر، ألا وهو أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ورد في الحديث إلا إبراهيم كذب ثلاث كذبات، ورد في حديث النبي قال إلا إبراهيم فإنه قد كذب ثلاث كذبات. لما كسر الأصنام التي كانوا يعبدونها وأراد أن يقيم عليهم الحجة والدليل. صحيح. والبرهان. صحيح. وسألوه من فعل هذا بآلهتنا؟ قال كبيرهم فاسألوا، يعني آلهتنا يعني المعبودة بغير حق، فقال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لذلك هو لما كسر الأصنام الصغيرة وترك الكبير لعلهم يعودون إليه، لعلهم يفكرون، يقيموا عليهم الحجة بالدليل والبرهان، بالدليل العقلي. صحيح. إنه إذا كان هو ما استطاع أن يدفع الضر عمن حوله، فكيف يخلق لكم نفعا أو كيف يخلق لكم ضرا؟ فقال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
وأحيانا في اللغة يسند الفعل إلى غير فاعله على سبيل المجاز. أحيانا مثلا أما يكون عندك مثلا في البيت حاطة مثلا كوباية أو صحن مثلا، فيبني شيل بتاع ده أو شيل ده، فيسيبه، فبعدين يعدي حد فيقع يتكسر، فيقول له أنت اللي كسرته، يعني إيه؟ أنت السبب، أنت لأنك السبب. وضعته أيوه في هذا المكان. صحيح. فلما قال بل فعله كبيرهم، يعني تعظيمكم لهذا يعني الصنم الكبير الذي صحيح. تعبدونه من دون الله، ولا يستحق العبادة، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، تعظيمكم له وتقديمكم القرابين ونحو ذلك له، هذا حملني على أن أفتك بهم. طيب نتوقف عند النقطة نعم. دي لأن معانا اتصال. أستاذة أميرة من إنا، اتفضلي. ألو ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتصل مع الشيخ؟ اتفضلي يا فندم، هو سامع حضرتك. اتفضلي يا فندم. هو الشيخ صح الكلام اللي بيقولوه ده؟ الإيه؟ الكلام اللي بيقولوه ده إيه إنه الكلام؟ لو شافوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ربنا راضي عنه؟ رؤية النبي في المنام يعني؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنرد على حضرتك حالا يا أستاذة أميرة، شكرا لاتصالك. هو ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه من وسلم رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ورؤية صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بشارة لصاحبها أنه إن شاء الله سيموت على الإيمان، هي بشارة له. الذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام، الله يرزقنا رؤيته صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية. رؤية النبي فيها بشارة للعبد أنه سيموت على الإيمان بإذن الله تعالى. ليه؟ لأن العلماء قالوا فسيراني في اليقظة، قالوا أي عند الموت لا بد أن يرى النبي يقظة يبشره. كان في واحد من العلماء اسمه واحد من السلف من العلماء، كان من أهل الحديث، لما حضرته الوفاة أخوه يعني رآه يقرأ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فقال له أخوه يا أخي تتلو تلاوة أم ماذا؟ فقال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرني بالجنة. الله يرزقنا رؤيته عند حلول الأجل ضاحكا مستبشرا لنا مبشرا لنا بدخول الجنة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب في سؤال جالي، من يرى نور النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي يعني رأى نور النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيدة آمنة ما شافش الرسول شخصيا لكن شاف قد نور يرى الرسول. قد يراه، أكمل الرؤية أن يراه على صورته الحقيقية التي وردت في كتب الحديث، وإن شاء الله لعله نتعرض لها بعد ذلك بإذن الله. صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية التي خلقه الله عليها، يعني كان أجمل البشر. طب معلش نطلع فاصل، أنا مش قادرة أمسك دموعي يا جماعة، نطلع فاصل معلش. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ورجعنا تاني في رحاب الحبيب المصطفى اللي بجد بذكره يعني بتشرح الصدور وتطمئن القلوب، واجمل سيره سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا بعتذر والله، بس فعلا يعني الواحد ما بيقدرش يمسك دموعه. لكن هنرجع باتصال تليفوني. معانا استاذه امنيه او اماني من بني سويف، اتفضلي. ايمان، اتفضلي يا استاذه ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسيت اوكي، انا شرف شكر للبرنامج الصراحه، يعني بنستفدني كتير، والشيخ احمد منور جدا يعني، فحسيت استفسر استفسار بسيط. اتفضلي يا فندم. لو سمعت الشيخ احمد، هو بس قبل ما تقولي استفسارك ابعدي عن التلفزيون معلش. حاضر. اوطي شوي. السلام عليكم يا شيخ احمد. وعليكم السلام. متى هي صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة؟ متى صلاة الاستخارة؟ نعم تمام. امتى اصليها؟ طيب تمام، جزاك الله خير، بارك الله فيك. تمام، شكرا لاتصالك، هنرد عليكي حالا. طيب صلاة الاستخارة، وورد في الحديث النبي عليه الصلاة قال بعض الصحابة كان النبي يعلمنا الاستخارة، دعاء الاستخارة. والاستخارة صلاة الاستخارة الإنسان بيكون مثلا في أمر هو لا يدري أيهما
يعني أحسن له وأيسر له وأوفق له في دينه ودنياه، فهو يستخير الله سبحانه وتعالى. وصلاة الاستخارة تصلى في أي وقت، ليس لها وقت محدد، مش شرط أن يصليها بالليل وينام بعديها، لا، ليس لها شرط، ليس لها وقت محدد، طبعا في غير الأوقات المكروهة التي يكره فيها الصلاة. أكيد بيصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد أن يسلم من صلاة الركعتين يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وأجلي، ويذكر الأمر الذي يريده. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به، ثم ردني به. هذا الدعاء. ولا يشترط أن يرى بعده رؤية، لا يشترط، بل تصير الأمور. نعم، يجد سهولة ويسر في الأمور، أو يجد صعوبة بعد أن كان فيها يسر نحو ذلك، فيعلم أن هذه علامة لهذا الأمر، إنه يا إما يكمل يا إما يوقف. الله عليك يا مولانا. أنا عايزة أقول لك إن أخت الولد اللي إحنا نوهنا عنه معانا على التليفون، أستاذة آية اتفضلي. أيوة أستاذة شيماء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. حضرتك يا أستاذة شيماء، هو بس عنوان الشارع حرم بيه، الوان الشارع بس غلطت في حضرتك، الوان الشارع مع حرم بيه، شارع علي عفت ياسين. علي عفت مش علي عزت. علي عفت ياسين. تمام. يوم السبت الساعة 4. ربنا يردهولك إن شاء الله. رده الله إليكم سالما غانما إن شاء الله. إن شاء الله، وإن شاء الله الشيخ هيدعيك دعوتين بإذن الله، ربنا يرد ليك يا رب. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب يسمع منك ربنا يا شيماء والشيخ، والف شكر لحضراتكم، وربنا يكرمك كل خير. على ايه؟ تحت امرك وتحت امر كل مشاهدينا الكرام اللي يعني اللي بيحتاجونا في اي حاجه احنا واقفين جنبهم. وان شاء الله ربنا يرد اليكم سالما غانما زي ما مولانا قال، وبنشكرك جدا على اتصالك، وربنا يطمنكم عليه يا رب. نرجع تاني لموضوعنا، فنرجع للحديث، انه قلنا ان النبي قورت في الحديث ان ابراهيم كذب ثلاث كذبات. اولا، الكذب مستحيل على الانبياء. صحيح. والكذب هو الكلام بخلاف الواقع. صحيح. ولكن احيانا يقال كلام صورته تكون صوره الكذب ولكنه في الحقيقه الصدق. يعني سيدنا ابراهيم لما قال، سيدنا ابراهيم لما قال: بل فعله كبيرهم، يعني ما سبب تعظيمكم له الذي حملني دفعني الى ذلك؟ وده في اللغة إسناد الفعل إلى غير فاعله على سبيل المجاز. صحيح. والأمر الثاني، لما أرادوا أن يأخذوه معهم، لما كان لهم يوم في السنة بيطلعوا بيأخذوا القرابين والهدايا لغير ذلك. صحيح. يقدموها إلى معبوداتهم التي يعبدونها بغير حق من دون. صحيح. الله، فقال لهم: إني سقيم. فهذا العلماء قالوا: ما معنى إني سقيم؟ هو كان إبراهيم عليه السلام تأتيه، يعني تأتيه الحمى من وقت إلى آخر، وكان يظهر نجم في السماء، لما يظهر هذا النجم يكون علامة على أنه ستأتيه الحمى، فقالوا: ظهر هذا النجم، فقال: إني سقيم، يعني سأمرض. أحيانا مثلا أنت بتكوني بتقولي مثلا: أنا هسافر، بتكوني لسه بتستعدي للسفر، بتقولي: أنا هسافر، نشوفك مثلا تاني يوم، ليه ما سافرتيش؟ يعني أنه هسافر خلال يومين دول إن شاء الله، أنه بستعد. فمعنى إني سقيم أي سأسقم، وبعض ما قالوا معناه أي سقمت وتعبت من عبادتكم لغير الله سبحانه وتعالى. ولما قال عن سارة زوجته قال: إنها أختي، أي أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، فكانت أخوة الدين والنسب. صحيح. لما كان هذا الملك الظالم، كان إذا وجد إنسانا معه زوجته يعني يأخذ زوجته منه، فقال: إنها أختي، إذا لم يقل بنتي، لم يقل أمي، بل قال: إنها أختي، أي أخوة الدين، أخوة الإسلام. صحيح. وليس أخوة النسب. نعم، وليس أخوة النسب. صحيح. طيب، في بعض القصص المغلوطة. نعم. والمختلطة على الناس، وبيتم تداولها بشكل كبير. نعم. جدا، وبرضه عبر وسائل الإنترنت. صحيح. كمان من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها، أنه بعض الناس بيقولوا أنه آدم أصله كان قردا والعياذ بالله. لا، هذا غير صحيح. سيدنا آدم خلقه الله من طين، من ماء وطين، وصوره في أحسن صورة، صوره في أحسن صورة. ورد في الحديث: إن الله خلق آدم على صورته،
هنا الضمير عائد على آدم ليس على الله، الله ليس له صورة، الله منزه عن الشكل والشبيه والمثيل سبحانه وتعالى. إنما الحديث إن الله خلق آدم على صورته، أي على الصورة التي كتب الله أن يخلق آدم عليها. صحيح. هذا معناه. فخلقه في أحسن صورة. سيدنا آدم كان نبيا رسولا بعثه الله بالنبوة والرسالة إلى أولاده، بلغهم الرسالة التي أمره الله بها بالشريعة التي جاء بها. وكذلك سيدنا آدم كان جميل الشكل، جميل الصورة، لم يكن آدم عاريا أو يعيش بين الغابات أو يشبه القرود ونحو ذلك، ولم يكن كذلك أخرس. بعضهم يقول كان يتكلم بالإشارة، لا، كان يتكلم فصيح، كان صحيح. يعلم كل اللغات سيدنا آدم عليه السلام، وكل الزروع والثمار والصناعات سيدنا آدم هو علمها لأبنائه عليه السلام، أي أصلها. ويجوز أن نقول عليه السلام عن كل نبي، ويجوز أن نقول عنهم عليهم الصلاة والسلام عن أنبياء الله. صحيح. والدليل على ذلك برضو يعني من غير ما أقطع كلام حضرتك، آية في القرآن الكريم، طبعا أنا مش هقول يعني الآية نفسها لأنها مش حافظاها فميبقاش حرام عليا، ولكن اللي أنا فاكراه منها إن ربنا قال سأل الملائكة على أسماء الأشياء. نعم. فما قالوا فأنبأهم بأسمائهم. لما سيدنا آدم أنبأهم وعلم. صحيح. آدم الأسماء كلها. صحيح. ثم عرضهم على الملائكة، فسيدنا آدم كان يعلم أسماء كل الأشياء. فده دليل قاطع. نعم. يعني ده دليل قاطعي أنبأهم. نعم. إن سيدنا آدم ما كانش أخرس وكان فصيح اللسان. كان فصيح اللسان وكان يعلم كل اللغات، كل اللغات الموجودة أصلها سيدنا آدم علمها لأبنائه. وأسماء. صحيح. الأشياء حتى الأسماء، الفأس الفأس والمقصف ونحو ذلك، كل هذه الأشياء سيدنا آدم علمها لأبنائه أسماء. صحيح. كل الأشياء حتى الزروع والثمار ونحو ذلك. كذلك أيضا من الأشياء المفتراه على أنبياء الله، الأنبياء يستحيل عليهم الكفر قبل النبوة وبعدها. صحيح. يستحيل عليهم الكفر قبل النبوة وبعدها. صحيح. مستحيل على أنبياء الله. فمن هنا يتضح لنا أنه معنى الآية لما سيدنا إبراهيم قال عن النجم والقمر والشمس هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. صحيح. وبعدين عن الشمس هذا أكبر. هنا سيدنا إبراهيم كان بيتدبر، لا غير التدبر، لأنه في بعض يعني سيد قطب بعيدا عن يعني عن فتاويه الشاذة والضالة بالنسبة للمجتمع وغير ذلك، كمان سيد قطب شاتم للأنبياء، قال عن إبراهيم عليه السلام إنه كان شاكا تائها لا يعرف ربه، تارة يعبد النجم، تارة يعبد القمر، تارة يعبد الشمس. هو لم يعبد، لا، إنما ده هنا بيسموه العلماء إيه؟ استفهام إنكاري. صحيح. صيغة استفهام، ولكنه ينكر عليهم أهذا ربي، يعني أهذا ما تزعمون أنه. صحيح. ربي، فتدرج معهم بالدليل والبرهان العقلي. صحيح. إنه هذا أصغر. طب فلما أفل، فلما تغير من حال إلى حال، معناه المتغير يحتاج لمن يغيره. صحيح. والمحتاج عاجز، والعاجز لا يكون إلها. هذا النجم، هذا القمر، هذه الشمس كلها لها أحجام، منها الكبير ومنها الصغير. صحيح. تذهب وتأتي، تروح وترجع، فمن الذي يغيرها؟ هي لا تتغير بنفسها، لا تبقى على حالة واحدة، بل تحتاج لمن يغيرها. صحيح. والمتغير حادث، والحادث عاجز، والعاجز لا يكون إلها. الشمس لها حجم كبير أو صغير، يعني لها حجم كبير. صحيح. النجم حجمه أقل. صحيح. له مكان، له جهة، والله سبحانه وتعالى خالق الأماكن والجهات. صحيح. فلا يسكنها سبحانه وتعالى. صحيح. نأخذ اتصال. أستاذة سارة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن معلش أسأل الشيخ سؤال بس بعيد عن الحلقة شوية. اتفضلي يا فندم تحت أمرك. لو سمحتي يا شيخ، انا دلوقتي عروسه وقدامي 20 يوم متجوز، ومعايا عمي معترض على حكايه الكوافير ان انا اروحه، هل ده حرام او حلال؟ الميك اب يعني. اولا مبارك ان شاء الله. بيقول ده كفر وده حرام وما ينفعش. لا ليس كفرا. ليس انت هتطلعي بشعرك؟ ليس كفرا. لا مش بشعري خالص، بصراحه. طيب تمام، محجبة إيه يعني. ربنا يفرحك يا ساره. ربنا يكرمك. بعدها انا معلش يعني كده، هو حافظ معانا ظروف، انا دعيت عليه وقلت حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أوه. عشان هو ضغط علينا جامد. هو معنى يعني معنى حسبي الله ونعم الوكيل،
هي ليست دعاءً على الشخص، بل معناها أنا أفوض أمري إلى الله. كثير من الناس بيظنوا إنه معناها دعاء على الشخص، لا، هي معناها أنا أفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح. عليه اتكالي سبحانه وتعالى. نعم بالله. شكرا يا سارة لاتصالك، وهنرد عليكي حالا. الميك اب يا مولانا. آخ آخ. في جوازات بتتفركش من ورا الموضوع ده. اكيد احنا هي كل بنت بتحب تطلع حلوه في اليوم ده وتفرح. لا افراط ولا تفريط. صحيح. انه المعقول، خلينا في الوسط، الامر المعتدل والامر المعقول، وانه مش هنقطع الارحام ونحو ذلك من اجل مثل هذه الامور. والعم نقول له انه يستهدى بالله شويه ويسيب البنت تفرح. يعني عالج الامور بحكمه ان شاء الله. عفدك الله يا مولانا. طب احنا عايزين برضو بعض القصص الثانيه المغلوطه. نعم. فقلنا الانبياء يستحيل عليهم الكفر. صحيح. فسيدنا ابراهيم لم يعبد غير الله، وكذلك سيدنا ابراهيم لم يشك في قدره الله على كل شيء. صحيح. لم يشك في قدره الله، لانه من الصفات الواجبه لله سبحانه وتعالى القدره، فلا يشك فيها المسلم، لا يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى. الله على كل شيء قدير، أي على كل ممكن عقلي، على كل جائز عقلي. فسيدنا إبراهيم لما قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليس معناه أنه عنده شك وعايز قلبه يطمئن، لا. صحيح. لذلك في آخر الآية ما قال له واعلم أن الله على كل شيء قدير، بل قال له واعلم أن الله عزيز حكيم. أنه هو يعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكن لما قال نمرود وتناظر معه، ومن هنا كمان يتبين لنا أن الأنبياء أذكياء فطناء. صحيح. يستطيع أن يقيم الحجة على خصمه، ليس فيه من هو بليد الذهن. صحيح. لا يفهم الكلام من المرة الأولى، بل يحتاج أن يعاد ويكرر عليه عدة مرات. أكيد. فإذاك لما النمرود تناقش معه، مع سيدنا إبراهيم نظره، فسيدنا إبراهيم قال له فإن الله قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال أنا أحيي وأميت. وشاء بإنسان كان قد حكم عليه بأن يقتل فعفى عنه، قال أحييته. فقال له الإماتة والإحياء ليست هكذا، الإماتة والإحياء ليست هكذا. طيب. وصادف ذلك. إحنا معنا تليفون. طيب. نتوقف عند النقطة دي، أنا أسفة. طيب. تفضلي يا أم مريم. ألو، تدينا رقم ولا إيه؟ ألو، إحنا معاكي على الهوا. طيب شكرا. فصادف ذلك ان سيدنا ابراهيم عليه السلام كان على شاطئ البحر. صحيح. فوجد جيفه ميته تتقاذفها الامواج، فلما الموج يشدها الى الداخل تخرج الاسماك وتاكل منها. ولما الموج ياتي بها الى الشط تاتي الوحوش فتاخذ منها. فنظر ذلك واراد ان يري قومه كيف يكون الاماته والاحياء كيف تكون. فقال ربي أريني حتى يري قومهم هذه المعجزة. قال ليطمئن قلبي، أي بإيمانهم وإسلامهم. إذا أسلموا، إذا يعني آمنوا مش تقليل قلبي. من إيمان سيدنا, سيدنا إبراهيم ما شك في قدرة الله. صحيح. لا يوجد نبي يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى الإنسان الذي كان مسلما من الأقوام السابقين وقال لأهله إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في التراب. صحيح. فإن قدر الله علي، هذه فيها روايات، قال فإن قدر بمعنى ضيق، فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. صحيح. يعني أي ضيق علي تضييقا شديدا في الحساب، سيعذبني عذابا شديدا. هذا معنى، مش معنى أنه شك في قدرة الله، لا. صحيح. ليس هذا معنى. كذلك يعني إبراهيم لم يشك. التشكيل برضو لعامل مهم في في الكتابة، لأن ممكن فتحة. أيوة. تفتح الدنيا وكسرة وقدرة تختلف. نعم صحيح. وكسرة تكسر الدنيا. لذلك بنقول إيه كمان، بنرجع نأكد أنه العلم لا يؤخذ فقط أنه أنا أجيب المصحف وأقرأ فيه، أو أنه بدون أحيانا بيرفع المنصوب وينصب. يعني مثلا زي آية لا تقربوا الصلاة، لو إحنا استوقفنا عند لا تقربوا الصلاة هنقول ده ربنا قال ما تصلوش. لا تقربوا الصلاة، نكمل وأنتم سكارى. يعني للآية تكملة، الواحد لا يقول برأيه ولا يفتي من عند نفسه. صحيح. ولا مجرد من جاب كتاب وقرأ فيه. ففي قد مره، يعني الدليل على ذلك انه مره رؤيا انسان يطوف حول الحرم ومعه شيء، سكينه وفأر، فقيل له اعوذ بالله كيف تطوف، هذه نجاسه لا يصح لك طواف. صحيح. فقال انا قرات الحديث، اذا هو الحديث اذا طفتم فعليكم بالسكينه والوقار.
هو قرأ فعليكم بسكينة وفار. هذا الجهل، طيب الجهل يفعل بصاحبه الكثير. لا ده في نقطة تانية هرجع لك فيها، بس معانا حنان. اتفضلي يا أستاذة حنان. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم، هو معاكي. أنا يا شيخ، أنا يا شيخ مسمع وسواس في ودني على ربنا سبحانه وتعالى. ازاي؟ ازاي؟ يعني مسمع كلام كده، أنا بحاول ما أصلحوش بخشمه. الوسوسة أحيانا تكون هناك وسوسة من الشيطان، مش عارفة، أنا بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو أحيانا ورد في الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان يأتي إلى أحدكم فيوسوس له. فهل ده حرام علي أنا؟ الآن أبين لك. طيب إحنا هنرد عليك يا أستاذة حنان وتابعينا لأن الموضوع مهم جدا. هو ورد في الحديث أن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيوسوس له، من خلق كذا فيقول الله، من خلق كذا فيقول الله، من خلق كذا فيقول الله، ثم يقول له من خلق ربك والعياذ بالله تعالى. هذا السؤال لا يسأل. صحيح. فالإنسان إذا وجد ذلك فليستعذ بالله ويقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. والإنسان لا يتبع الوسوسة والخواطر والخاطر وما يرد على قلب الإنسان بدون إرادة منه. الإنسان لا يتبع ذلك، بل عليه أن يوطن نفسه، يشغل نفسه بأمور أخرى، يشغل نفسه مثلا بالدعاء بالصلاة، بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالصلاة. يعني يكثر مثلا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله أقل شيء في اليوم 300 مرة. وإذا كان الإنسان إيمانه ضعيف على فكرة ممكن يؤثر عليه بالسلب ويدخله في قصة إلحاد. أكيد أكيد، والعياذ بالله. ما هو كثير من الأشخاص يعني ينجرفون إلى مثل هذه الأشياء. صحيح. أحيانا بيكون عندهم بعض الأشياء ويتبعون وسوسة الشيطان ووسوسة النفس. فالإنسان يحذرهما، النفس والشيطان يعصيهما ولا يسير خلفهم. فإذا كانت وسوسة بمعنى أنه يلقي إليه أشياء في أمر معتقده ونحو ذلك، فليستعذ بالله وليشغل نفسه. قلنا مثلا يذكر لا حول ولا قوة إلا بالله في اليوم أقل شيء 300 مرة، يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا كمان 300 مرة في اليوم ونحو ذلك مما يعينه. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تعينه على ذلك إن شاء الله. وكلمة أخيرة للأخت حنان، يعني حاولي ما تحمليش على نفسك، لأن أنت مش حرام عليك، يعني هو وسوسة شيطان. هو الوسوسة الإنسان يطردها لا يمشي خلفها أكيد، لكن هي ولا يعني يتكلم بها على نفسها أو ولا يتكلم بها كده. يشغل نفسه بأمور أخرى. صحيح. يشغل نفسه بأمور أخرى من الأشياء التي تنفعه من العبادة والطاعة. ويكون الإنسان دائما يكون على طهارة، لأنه هذا يحفظه من الشيطان ونحو ذلك. ربنا يعفيها يا رب ويعفو عنها ويحفظها من كل شيطان رجيم. نعم. في بقى النقطة اللي أنا كنت عايزة أرجع لحضرتك فيها، ودي حاجة مهمة جدا. نعم. في إحدى الصديقات على طول في المسجد، يعني ربنا يكرمها ويديها الصحة والعافية يا رب، ولكن أنا استغربت لأن في 3 أيام في الشهر إحنا عارفينهم أيام الحيض طبعا. هم مش 3 أيام بس، أيا كان تختلف. هو أقله يوم وليلة 24 ساعة ولو كانت متقطعة. تمام. وأكثره 15 يوم. صحيح. متوسط النساء بالعادة بيكون 6 أو 7 أيام. صحيح. قد يقل وقد يكثر. الاستغراب في كده ان انا بلاقيها ماسكه المصحف وبتقرا. يحرم من الاشياء التي تحرم، عشان بس ما اطلعش عن موضوع الحلقه. صحيح. من الاشياء التي يحرم على مثلا على الحائض والنفساء المكث في المسجد والتردد فيه، المكث في المسجد والتردد فيه، لا مجرد والتردد فيه انه تبدا دخله طلعه دخله طلعه الى المسجد، هذا حرام. أو أنها تقعد في المسجد وهي على حيض. ما حضرتك يعني أنا عايزة أكمل لك بس الموضوع عشان تفهمني. مس المصحف وحمل المصحف والقراءة فيه. لا ده اسمع اللي جاي، ده دي كارثة. الشيخ نفسه قال لها، أنا حتى سألتها قلت لها أنت المفروض ما تدخليش مسجد، قالت لي لا أنا سألت الشيخ وقال لي إن أنا عادي أدخل المسجد بس ما صليش وأمسك القرآن عادي المصحف عادي بس أكون لابسة جوانتي. لا هو لعله الشيخ قصد انه احيانا بيكون في جزء ملحق بالمسجد هو ليس من المسجد، ليس له حكم المسجد، زي قاعة مثلا ملحقة بالمسجد او مكان ملحق بالخلف مثلا من المسجد، لا ما دام لم يكن ضمن المسجد فلا يكون له حكم المسجد. صحيح. ده شيء. الامر الثاني انه
مش لو واحد مثلا كان على جنابه ما يجيبش مثلا او مش متوضي مثلا يروح يجيب منديل ويمسك بيه المصحف او يشيله بالترابيزه، كل ذلك يسمى حمل المصحف، والله قال لا يمسه الا المطهرون. صحيح. طب افرض واحد مضطر وعلى جنابه ان هو يشيل المصحف، شاف مثلا مصحف مرمي وعايز يلحقه، ده بيكون لا ده له حكم خاص. صحيح. انه حتى لا يهان المصحف نحو ذلك فله حكم خاص. صحيح. نعم. طيب احنا قدامنا 3 دقايق فعايزين نتكلم في عجاله، في اشياء كتير. هي كان عندنا نقطه نخليها بقى المره الجايه، المره الجايه نتكلم بها باستفاضه. نعم، بس نكمل بعض الاشياء المكذوبه. كذلك فقلنا سيدنا ابراهيم لم يشك في قدره الله. صحيح. انما قال يطمئن قلبي، يعني بايمانهم، لانهم اذا راوا المعجزه فامنوا واسلموا لعلهم فيسلمون فيطمئن قلبي بايمانهم. كذلك. صحيح. ايضا مما يفطر على الانبياء، الانبياء يستحيل عليهم الامراض المنفره. صحيح. التي تنفر الناس منهم كالجذام والبرص والجنون ونحو ذلك، فماذا مستحيل على الانبياء. فسيدنا ايوب عليه السلام لم يخرج منه الدود، هو ابتلاه الله. حقيقي. نعم، سيدنا ايوب لم يخرج منه الدود، الدود هذا مرض منفر، يعني. صحيح. تخيل الان انا اجلس معك يخرج مني الدود، ده بعض المقولات كانت بتقول ان الدود كان بيخرج منه، واهل القريه كمان قالوا ابعدوه عن القريه وطلعوه بره. هذه اشياء منفره لا يجوز ان ننسبها الى انبياء الله. قلت لك انا اذا. صحيح. كان يخرج مني الدود اتحداك ان انت تقعدي جنبي. أكيد. يعني لو بقيتي نص دقيقه بصعوبه. صحيح. إذا كان نبي وهو أرسل ليجمع الناس ويبلغ الناس رسالة الله سبحانه وتعالى. فأيوب عليه السلام مرض مرضا شديدا ابتلاه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا المرض ليس مرضا منفرا لا يبعد الناس عنه، ثم عفاه الله بعد ذلك بعد 18 عاما. ده كان تحدي بعد 18 عاما. صحيح. يعني سيدنا أيوب قال كانوا عنده 14 من الذكور والإناث كلهم ماتوا في يوم واحد، ابتلاه الله بلاء شديد ولكن ليس مرضا منفرا. الأنبياء يستحيل عليهم. طيب. أمراض منفرة كخروج الدود، فسيدنا أيوب لم يخرج منه الدود. صحيح. بل بعضهم غال والعياذ بالله زاد في الكفر، فقال كانت تخرج منه الدودة فيعيدها إلى مكانها ويقول لها كلي من رزق الله يا مباركة. أعوذ بالله، هذا كذب افتراء على أنبياء الله سبحانه. صحيح. على أنبياء الله. كذلك أيضا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طب دي آخر نقطة لأن. نعم. الوقت خلاص أوشك. نعم. على الانتهاء. نعم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه، وكذلك سائر النبيين يستحيل عليهم الجنون. صحيح. فسيدنا محمد لم يكن شاعرا لم يكن شاعرا ولا مجنونا، بل حتى لما ذكروا أنه في بعض الأحاديث أنه عمل له السحر، السحر لا يؤثر على عقل الأنبياء. صحيح. ولا يجعله يتخيل أشياء. طيب إحنا نقف عند النقطة دي. طيب. ونكمل إن شاء الله في الحلقة الجاية. إن شاء الله الجاية. تعالى بإذن. بس عايزة أختم بدعاء وإحنا نأمن وراك. إن شاء الله تعالى. أول حاجة أنه إن شاء الله الله يعطيك يا أستاذ محمد الملكي، الله يعطيك سؤلك من خيري الدنيا والآخرة. اللهم ده أمين. مدير البرامج بتاعنا ما نقدرش نزعله. أكيد. الله ييسر أمره ويفرج كرمه. أمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا ربي اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تيسر أمورنا وأن تفرج كرباتنا. اللهم يسر أمورنا وفرج كرباتنا. اللهم ارزقنا رؤية وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية الخلقية والخلقية في هذه الليلة وكل ليلة يا أكرم الأكرمين. اللهم أعط لكل منا سؤله من الخير. اللهم أعط لكل منا سؤله من الخير ويسر أمورنا واحفظ مصرنا بلدنا واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء أمنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء يا أرحم الراحمين ووفقنا لكل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. نستودعكم الله، وانتظرونا إن شاء الله في نفس الميعاد الحد القادم على شاشة الصحة والجمال. إلى اللقاء. إن شاء الله.